الرئيس السيسي يلتقي ولي العهد السعودي ويؤكد اعتزازه الدائم بالعلاقات المتميزة بين البلدين. فتح مراكز الاقتراع في أول انتخابات تشريعية جزائرية منذ تنحي بوتفليقة وتعديل الدستور. والهند تسجل أقل زيادة يومية بإصابات فيروس كورونا منذ أكثر من شهرين. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. أهلا ومرحبا بحضراتكم، والبداية من العلاقات المصرية السعودية. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بلقاء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في مدينة شرم الشيخ. وفي تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد الرئيس السيسي أن اللقاء تركز على بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى توافق الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأكد الرئيس السيسي اعتزازه الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي. علاقات تاريخية وطيدة تلك التي تجمع مصر مع المملكة العربية السعودية، والتي ازدادت رسوخا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وترجمت في التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات كافة. القاهرة والرياض قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي، هكذا يؤكد التاريخ وتشير الجغرافيا. فالبلدان الشقيقان يقع عليهما العبء الأكبر في تحقيق التضامن العربي والحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة، وهو ما انعكس في تعزيز سبل التعاون بينهما وتوافق التوجهات بين السياستين المصرية والسعودية والتقارب إزاء العديد من المشاكل والقضايا الدولية والإقليمية. وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ازدادت العلاقات المصرية السعودية القوية والتاريخية رسوخاً، وترجمت في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسؤولي البلدين بغرض تعزيز علاقتهما ودعمها في مختلف المجالات. وصار التنسيق الكامل والتشاور الدائم هو سمة العلاقات بين البلدين بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات. كما تتحدث الأرقام عن قوة المصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين البلدين 4 مليارات و400 مليون دولار عام 2020. وتتشعب علاقات التعاون بين البلدين لتصل إلى التعاون العسكري الذي تتنوع أوجهه لتشمل خطة تدريبات تجمع القوات المسلحة المصرية والسعودية لنقل الخبرات وتبادلها عبر التدريبات العسكرية المختلفة. كل ذلك يؤكد أن ما بين مصر والسعودية هو تاريخ عريق ومصير مشترك.
تتواصل فعاليات المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية الذي يستمر حتى 14 يونيو الحالي بمدينة شرم الشيخ تحت شعار التكامل من أجل النمو. يشارك في المنتدى وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية. ترأس البابا تودروس الثاني باب الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس تدشين كنيسة القديسين مار مرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بسيدي بشر بالإسكندرية. يأتي ذلك بمناسبة مرور 50 عاما على الكنيسة. آمين. آمين 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 آمين. واعترفوا للنفس الأخير أن ذو الجسد المحيي الذي أخذ ابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا ولية الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن من بلاص البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا. تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونها السياسي مساء اليوم تحت عنوان تنسيقية شباب الأحزاب 3 أعوام من البناء، وذلك بمناسبة مرور 3 أعوام على تأسيسها. يناقش الصالون مراحل تطور التنسيقية وأهم المبادرات التي أطلقتها ووجودها في الحياة النيابية، وكذلك عملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية، فضلا عن مناقشة تنمية الحياة السياسية والحزبية في مصر. 3 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تلك التجربة الشبابية الرائدة التي حققت خطوات فاعلة في المشهد السياسي بما تضمه من كوادر تم تأهيلها وتجهيزها ليكونوا قادة الغد. 3 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تلك التجربة الشبابية الرائدة التي حققت خطوات فاعلة في المشهد السياسي بما تضمه من كوادر تم تأهيلها وتجهيزها ليكونوا قادة الغد. صدر البيان التأسيسي للتنسيقية في 12 يونيو عام 2018 في وقت تعاظم فيه اهتمام الدولة بشبابها كونهم مستقبل الأمة وعمودها الفقري. استندت التنسيقية في تأسيسها على نخبة شبابية تمثل كافة ألوان الطيف السياسي على اختلاف أيديولوجياتهم وتوجهاتهم، يعملون جنبا إلى جنب من أجل مصلحة البلاد العليا.
سعت التنسيقية منذ تأسيسها لتحقيق التكامل والتلاحم بين شباب الأحزاب والسياسيين وترسيخ تجربة جديدة في ممارسة العمل العام، إضافة إلى تحقيق التكاتف خلف مشروع وطني جامع من شأنه إرساء دعائم الدولة المصرية وإعلاء مصالحها العليا. نجحت التنسيقية خلال فترة قصيرة في أن يكون لها كياناً مهماً في المشهد السياسي، حيث قدمت للحياة السياسية المصرية 12 نائباً بمجلس الشيوخ و 31 نائباً بمجلس النواب. نظمت التنسيقية العديد من المبادرات المجتمعية التي أثبتت احتكاك أعضائها المباشر بالمواطن، وظهر دورها جلياً خلال جائحة كورونا، حيث سعت لتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة للمستشفيات، فضلاً عن إمداد العمالة غير المنتظمة بالأدوية. كما ساهمت التنسيقية في إعداد قافلة طبية وغذائية تم توجيهها مؤخراً إلى قطاع غزة عقب التصعيد الأخير استجابة لمبادرة الرئيس السيسي الساعية لإعادة إعمار غزة. قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ليست مجرد تجمعاً يضم مجموعة من خيرة شباب مصر والمنتمين للأحزاب السياسية الرسمية المعتمدة، لكنها أصبحت مؤسسة تستهدف بناء الجانب السياسي في الجمهورية الجديدة. وأضاف أبو شقة أن إعادة تكوين الدولة الذي يسير بسرعة من حيث بناء المدن وتشييد الطرق والأبنية يحتاج أيضا لبناء الإنسان والفكر ووجود المؤسسات الداعمة للدولة المصرية المدنية الحديثة التي تمثل التنسيقية إحدى هذه المؤسسات. قال رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حلم أصبح واقعا ومنصة شبابية رسمت حلمها ووجدت خير سند ومعين حتى جعلت نفسها قطبا محوريا في معادلة خدمة الوطن. وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار أن التنسيقية كانت حلما يراه الشباب بعيد المنال حتى جاء الرئيس السيسي وفتح أبواب الأمل مجددا ووضع كل الإمكانات لخدمة جيل طموح استطاع بالتعدد والتنوع خلق حالة سياسية من نوع خاص عنوانها الوطن وشعارها سياسة بمفهوم جديد. من جانبه قال رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نجحت في إفراز قيادات شابة مؤهلة للانخراط في العمل الوطني على الأرض. وأكد موسى أن التنسيقية عملت على تأهيل وتمكين الشباب ودعم قدراتهم الوطنية في مختلف المجالات، كما نجحت في ترشيح وتقديم العديد من أعضائها للدعم واستكمال بناء السلطتين التنفيذية والتشريعية. هذا ووصف محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وصف التنسيقية بأنها نموذج مصغر لبناء ديمقراطية صحيحة قائمة على التنوع والتناغم وإدارة الاختلاف لإثراء التجربة المصرية. وأكد موسى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمثابة نافذة حقيقية لتكون الدولة المصرية أكثر شبابا وطريق مستقر ومستدام لتمكين الشباب، مؤكدا أنها ستظل جسرا لا ينقطع للتنمية السياسية. أكد رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستبقى تجربة شبابية رائدة واعدة جديرة بالرصد والمتابعة. وفي العيد الثالث لتنسيقية شباب الأحزاب شدد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية على أن التنسيقية حققت وتحقق خطوات فاعلة في المشهد السياسي بما تضمه من كوادر تم تأهيلها لتتصدر المشهد السياسي والتنفيذي في كثير من المواقع المهمة بالدولة، بما يعكس وعي النظام السياسي بالدولة وإدراكه لأهمية قطاع الشباب. ووجه رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية التحية والتقدير لصاحب فكرة التأسيس الداعم والمحفز لنخبة من شباب مصر يتم تأهيلهم وتجهيزهم ليكونوا قادة الغد. توصل المعدات الهندسية والأطقم الفنية المصرية عملها في إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة والمتضررة في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة وتمهيدا لإعادة الإعمار. يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس السيسي وما أعلنه من التزام مصر بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية
لسكان القطاع. على كومة حطام برج الشروق تصعد آلة الشاكوش، أتت من القاهرة إلى غزة للمساعدة، وهي الآلة الأنسب لتفتيت كتل الأسمنت الضخمة قبل نقلها بعيدا عن الموقع المدمر، مهمة تتطلب حذرا من قائده ودقة في اختيار موضع بعينه قبل آخر. بنشيل الرواد من اللي بتاع المنازل تمام، وبنبعده في مكان بعيد كده على حدود القطاع تمام، وبمشيئة الله يعني هيتم تنفيذ الشغل ده في أسرع وقت تمام، حتى نشوف الأبواق الواقعة الثانية تمام، وربنا يسهل كده. وبنشكر سعادة الرئيس إنه هو أتاح لنا الفرصة إن احنا نيجي نعمر مع إخواتنا في غزة، وإحنا مبسوطين جدا، وأول ما دخلنا هنا إخواتنا الفلسطينيين رحبوا بينا. وإلى جانب الشاكوش تشارك سيارات النقل واللوادر في حمل الحطام في 10 مواقع مختلفة بين أحياء القطاع المعروف بارتفاع كثافته السكانية وضعف بنيته التحتية، واقع يتطلب تخطيطا دقيقا من قبل المهندسين المصريين الذين باتوا في سباق مع الزمن لرفع كامل أجزاء الهدم دون إحداث ضرر بالمباني المجاورة. احنا بالتنسيق مع وزارة الأشغال بيتم ترتيب الأعمال، هو بيفتح لي البرج، بعمل عليه المعاينة، بحط عليه الأطقم الفنية، المعدات لي، دخلنا تمكننا ان احنا نشتغل في وزارة الأوقاف، وطبعا احنا الآليات اللي جينا بيها احنا بنزودها، حاجة اللي بتحتاج معدة او اتنين بنزود عليها معدة تالتة لسرعة انتهاء الأعمال ومساعدة اخواتنا الفلسطينيين. دخلنا هنا حوالي 5 مشاريع، تم الحمد لله انتهاء من 1، وشغالين في الباقي بقوة كويسة جدا، ومأمنين هنا في موقع زي هنادي دوت، عندنا فيه حفارين و10 قلابات و2 لودر، وبنتابع الأعمال بسرعة الحمد لله، وهنشتغل زي ما التوجيه جالنا كده ليل مع نهار لحد إنهاء الأعمال إن شاء الله. هذه التحديات تضاف إلى آمال الفلسطينيين في التعجيل بعملية الإزالة باعتبارها التمهيد الواقعي لوضع الوعود الدولية بإعادة الإعمار موضع التنفيذ. هنا تمتزج طموحات عودة الحياة لطبيعتها بمشاعر الترحيب بالضيوف الذين يرونهم فرسانا أتوا للمساندة في وقت عز فيه النصير. بالنسبة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بفضل الله وبفضل الأخوة في المصريين من خلال آلياتهم تم الانتهاء من أزالة أنقاض وزارة الشؤون الاجتماعية خلال فترة قياسية، خلال فترة 3 أيام تم إزالة جميع الركام، وهو أول نقطة في عمليات الإزالة السريعة، حيث هنالك توجد كمان 4 ورش شغالة بآلياتهم وشغالة على مدار الساعة في إزالة الأنقاض، وسيتم افتتاح خلال اليومين القادمين ورش أخرى لعمليات إزالة الأنقاض. فعجلة الإزالة الحمد لله تسير بالوتيرة المطلوبة إن لم يكن أكثر من ذلك. كل الشكر والامتنان لجمهورية مصر العربية وللشعب المصري وللرئيس المصري على المجهودات الجبارة اللي بيقدموها لخدمة الشعب الفلسطيني والتخفيف عنه في المأساة اللي احنا مرينا فيها. وبالتوازي مع العمل في المواقع المدنية تتواصل أيضا عملية رفع الأنقاض بمواقع حكومية، جهد يعلق عليه الفلسطينيون آملا في إصلاح نحو 17,000 وحدة سكنية لم تعد تصلح للإقامة. محمد أبو عيطة، إكسترا نيوز، قطاع غزة. أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عن خالص التهاني لدولة الإمارات لانتخابها العضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة من 2022 حتى 2023، معربا في تغريدة عبر تويتر عن أطيب تمنياته بدوام التوفيق والسداد للأشقاء في دولة الإمارات. كما أعرب حافظ عن التهاني إلى كل من غانا والجابون والبرازيل وألبانيا لانتخابهم لعضوية المجلس غير الدائمة. من جانبه أكد ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد أن انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن يجسد ثقة العالم في سياستها وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفعاليتها. وأشدد بن زايد في تغريدة عبر تويتر على أن بلاده ستواصل مسؤوليتها من أجل ترسيخ السلام والتعاون والتنمية على الساحة الدولية.
قال عبيدة الدندراوي نائب المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة إن الدول الأعضاء في مجلس الأمن يقع على عاتقها عبء كبير، موضحا خلال إلقائه كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التقرير السنوي لمجلس الأمن أن صون الأمن والسلم في العالم مهمة شاقة. علينا أن نقر بالعبء الكبير الذي يقع على عاتق دول الأعضاء مجلس الأمن، أي صون الأمن والسلم في عالمنا مهمة شاقة، لكن في الوقت عينه ولكي نؤطر الأمور وتساقل مع روح الميثاق، فإن الدول الأعضاء بمجلس الأمن هم الذين يعملون بالنيابة عن العضوية الأوسع، إذن ليس المجلس مقابل الجمعية بل المجلس والجمعية يعملان معا بشكل يكمل واحدهما الآخر ويقوي واحدهما الآخر. انطلقت عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الأولى في الجزائر منذ ترحل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات، وتشارك في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمرشحين مستقلين وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 733 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة. وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة إلى خروج 555 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 199 ألف حالة. سجلت الهند أقل زيادة يومية بإصابات فيروس كورونا منذ أكثر من شهرين، جاء ذلك بعد تسجيل البلاد أكثر من 84 ألف إصابة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما سجلت الهند نحو 4000 وفاة جديدة بفيروس كورونا. دعت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية إيمر كوك إلى ضمان حصول العالم بأسرع على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأكدت كوك في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية أن الوكالة لا تزال واثقة بفعالية اللقاحات المضادة للفيروس في مواجهة انتشار النسخ المتحورة، غير أنها أشارت إلى أن الوضع يمكن أن يتطور بشكل متسارع. قالت وزارة الصحة في المكسيك أن نحو ربع السكان البالغ عددهم 126 مليونا أصيبوا بفيروس كورونا، وهو عدد أكبر بكثير من عدد الإصابات المؤكدة في البلاد. وقالت الوزارة المكسيكية في بيان إن المسح العام للصحة والتغذية لعام 2020 أظهر أن 31 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا. قال مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ستعلن عن مشروع جديد يخص البنية التحتية العالمية ردا على مبادرة الحزام والطريق الصينية. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة ستسعى أيضا لدفع الزعماء الآخرين بمجموعة السبع لاتخاذ إجراء ملموس لانتقاد بكين في بيانهم الختامي. أعلن الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ اعتماد استراتيجية جديدة للدفاع ضد الهجمات الإلكترونية خلال قمة الحلف التي تنعقد يوم الاثنين المقبل. وقال ستولتنبرغ أن الهدف هو التأكد من وجود مهارات تقنية قوية بالإضافة إلى التخطيط المناسب والاستشارات السياسية. الآن مشاهدينا إلى وقفة مع آخر أخبارنا الرياضية.
يواصل المنتخب الأولمبي استعداداته لخوض المباراة الودية الثانية أمام جنوب أفريقيا والمحدد لها السابعة مساء غد باستاد السويس الجديد بعد قرار نقلها من القاهرة. وكان المنتخب الأولمبي قد فاز على نظيره الجنوب أفريقي بهدفين دون رد في المباراة الودية الأولى والتي أقيم ضمن مرحلة الإعداد لخوض أولمبياد طوكيو. ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في المجموعة التي تضم إلى جواره منتخبات إسبانيا والأرجنتين إضافة إلى أستراليا. ننتقل إلى بطولة اليورو، حيث انطلقت بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بعد تأجيلها لمدة عام بعرض مبهر للألعاب النارية والبالونات في الملعب الأولمبي في روما. حضر نحو 16 ألف متفرج المباراة الافتتاحية بين إيطاليا وتركيا بنسبة 25% من سعة الاستاد ضمن قيود احتواء فيروس كورونا. أحيا مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي الحفل بينما انطلقت الألعاب النارية من سقف الاستاد والملعب لتبعث أجواء رائعة من الدخان الملون في أرجاء المكان. هذا واستهل منتخب إيطاليا مشواره في النسخة 16 لنهائيات بطولة كأس أوروبا لكرة القدم يورو 2020 بفوز عريض على نظيره التركي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الافتتاحية التي جمعت بينهما في افتتاح البطولة. حصد منتخب إيطاليا نقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الأولى لنهائيات بطولة كأس الأوروبية لكرة القدم والتي أجلت من العام الماضي بسبب جائحة كورونا. هذا ويواجه المنتخب البلجيكي نظيره منتخب روسيا اليوم في الجولة الأولى من كأس الأمم الأوروبية. أكد منتخب بلجيكا أن لاعبه كيفن دي بروين سيغيب عن مباراة الفريق الأولى من أجل استكمال عملية التعافي من الإصابة. وكان لويس فيليب ملك بلجيكا زار معسكر منتخب بلاده لإبراز الدعم للاعبين قبل المشاركة في النهائيات. ومن المقرر أن يلتقي منتخب بلجيكا مع الدنمارك في كوبنهاجن في الجولة الثانية في 17 من يونيو، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات ضد فنلندا في سان بطرسبرغ في 21 من يونيو. يلتقي منتخب سويسرا مع ويلز اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الأمم الأوروبية. يشارك المنتخب السويسري في البطولة للمرة الخامسة في تاريخه ويلعب ضمن المجموعة الأولى مع كل من إيطاليا وتركيا وويلز بالترتيب. ومن المقرر أن يلتقي منتخب سويسرا مع إيطاليا في 16 من يونيو ثم تركيا في 20 من الشهر ذاته. صعد الصربي نوفاك ديجوكوفيتش إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس عقب فوزه على الإسباني رافائيل نادال بثلاث مجموعات لواحدة. وحرم ديجوكوفيتش نادال من بلوغ النهائي الرابع عشر للبطولة ومسعاه بتحقيق اللقب 21 في البطولات الكبرى لينفرد بالرقم القياسي على حساب السويسري روجر فيدر. من المقرر أن يلتقي ديجوكوفيتش مع اليوناني ستيفانوس تسيتيباس في النهائي غدا الأحد. نهاية نشرة العاشرة صباحا، وهذه تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يلتقي ولي العهد السعودي ويؤكد اعتزازه الدائم بالعلاقات المتميزة بين البلدين. فتح مراكز الاقتراع في أول انتخابات تشريعية جزائرية منذ ترحي بوتفليقة وتعديل الدستور. والهند تسجل أقل زيادة يومية بإصابات فيروس كورونا منذ أكثر من شهرين. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. الشكر لكم مني همام جاهد على متابعتكم الكريمة. ألقاكم بعد قليل.